السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع سن بيبر بيل ده موقع متخصص للكتابة الأكاديمية بالذكاء الاصطناعي، فهيسهل عليك كتير جدا. لو انت في أي أخطاء هو أوتوماتيك يبدأ إن هو يقترح عليك تعديلات معينة، فهو قوي جدا. في طبعا برامج كتيرة بتكتب معاك أو تساعدك، لكن ما بيكونش أكاديمية. هنا بيركز إن كل المصادر اللي هو بيجيب منها تكون حاجات أكاديمية، حاجات مثلا زي ريسيرش جيت مثلا، حاجات زي جوجل سكولر وهكذا، فالابحاث بتكون موثقه وبيقول لك كل حاجه هو جابها منين، فبيساعدك جدا في موضوع الريسيرش ويبدا ان هو يساعدك في كتابه الحاجات العلميه، لكن لازم تقراها اكتر من مره وتتاكد من الجوده بتاعتها. فممكن يساعدك كباحث، كطالب، كواحد بينشر، كحد بيدور على ابحاث علميه، كحد عايز يتاكد باللوجاريزم ان الكلام ده مش منقول بالنص من اماكن تانية. برضه في خاصية ان هو يكتب لك هو النص ويأكد لك عليها والحاجات دي كلها، لكن لازم تكون انت جاهز للمناقشة. كل عليك ان انت مثلا ممكن تقول له انا عايز اكتب كذا وتقترح مثلا موضوع، وهو يبدأ ان هو يكتب لك الموضوع دوت، او تبدأ انت تكتب له الحاجة وهو يساعدك فيها. يعني ممكن تقول له رايت فيبدأ يكتب معاك، تمام، ايه الموضوع اللي انت عايز تكتب فيه، فتبدأ تكتب بس ايه الروس الاقلام اللي انت عايزها. مثلا ممكن اقول له برين ستورم ايديا، انا عايز نناقش مع بعض فكرة معينة، تمام. مثلا ايجيبت ووتر، المياه في مصر مثلا، تمام. برين ستورم يبدأ بقى هو يناقش ويديك افكار مواضيع معينة، تمام. لاحظ ان هو سريع، ممكن تقول له بقى كوبي وتبدا نحط هنا ونخليه يراجع معانا النصوص ديت، وممكن كمان تسطبها عندك على الوورد. دي ممكن تقول له بقى انا عايز اشوف الاوتلاين، الريسيرش ارتكل، الكيس ريبورت ايزي، وهكذا. تبدا تمشي معاه خطوه خطوه بحيث ان انت تكتب كل حاجه مطلوبه في الرساله بتاعتك. هنا اختار بقى، انا هنتكلم مثلا عن الميثود، هنتكلم على اللايف ساينس. ممكن تكون انت في حاجه انت كاتبها وعايزه هو يكتبها لك بطريقه تانية، ممكن تقول له ري رايت، يعني انا هديك انا نص معين وانت ايه ابدا دقق معايا وتاكد ان هو الكلام سليم. انا علمت على جزء فهو بيبدا ان هو يتعامل معايا، اعاد لك الصياغة بطريقة اخرى، فانت تشوف اني الافضل. تقدر تقول له بقى انا عايز اشوف كل كتاب مثلا ايه المراجع بتاعته وهكذا. ممكن تسأل اسئلة، ممكن تستخدمه في الترجمة، طبعا ترجمة اكاديمية مش ترجمة حرفية. كل ده تقدر ان هو يساعدك فيها، الايميل ان هو يكتب لك الابستراكت، ان هو يجهزك كي ووردز من البحث، ايه اهم النقط اللي موجوده.